قصص وروائع من القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. قصة أهل الكهف. سبب نزول قصة أصحاب الكهف: بعثت قريش إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عنها ليختبروا ما يجيب به فيها. فأجابهم اليهود: اسألوه عن 3 أشياء. أولا، اسألوه عن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يدري ما صنعوا. ثانيا، اسألوهم عن رجل طواف في الأرض. ثالثا، اسألوه عن الروح. فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح ويسألونك عن ذي القرنين. وقالها هنا في هذه الحكاية: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العظيم، أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما اطلعناك عليه من الأخبار العظيمة. تفاصيل القصة: في زمان ومكان غير معروفين لنا الآن، كانت توجد قرية مشركة ضل ملكها وأهلها وعبدوا مع الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، بل كانوا يدافعون عن هذه الآلهة المزعومة ويؤذون كل من يكفر بها ولا يعبدها. في هذا المجتمع الفاسد ظهرت مجموعة من الشباب العقلاء رفضت السجود لغير الله الذي بيده كل شيء. هم فتية آمنوا بالله فثبتهم وزادهم في هدى. لم يكن هؤلاء الفتية أنبياء ولا رسلا، ولم يتوجب عليهم تحمل ما يتحمله الرسل في دعوة أقوامهم، إنما كانوا أصحاب إيمان راسخ، فأنكروا على قومهم شركهم بالله وطلبوا منهم إقامة الحجة على وجود آلهة غير الله، ثم قرروا النجاة بدينهم وبأنفسهم بالهجرة من القرية إلى مكان آمن يعبدون الله فيه. فالقرية فاسدة وأهلها ضالون. عزم الفتية على الخروج من القرية والتوجه لكهف مهجور ليكون ملاذا لهم. خرجوا ومعهم كلبهم من المدينة الواسعة إلى الكهف الضيق. تركوا وراءهم منازلهم المريحة ليسكنوا كهفا موحشا. استلقى الفتية في الكهف وجلس كلبهم على باب الكهف يحرسه. وهنا حدثت المعجزة: لقد نام الفتية 309 سنوات. خلال هذه المدة كانت الشمس تشرق عن يمين كهفهم وتغرب عن شماله، فلا تصيبهم أشعتها في أول النهار ولا آخره، وكانوا يتقلبون أثناء نومهم حتى لا تهترئ أجسادهم. فكان الناظر إليهم يحس بالرعب لأنهم نائمون ولكنهم كالمستيقظين من كثرة تقلبهم. ثم بعثهم الله
بعد 309 سنين، واستيقظوا من سباتهم الطويل فتساءلوا: كم لبثنا؟ فأجاب بعضهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. وطلبوا من أحدهم أن يذهب خلسة للمدينة ويشتري طعاما بالنقود التي كانت معهم، ثم يعود قبل أن يشعر به أحد من جنود الملك أو أهل القرية الظالمة، فيخيرونهم بين العودة للشرك أو الرجم حتى الموت. خرج الرجل المؤمن متوجها للقرية، إلا أنه اندهش. لقد تغيرت الأماكن والوجوه، تغيرت البضائع والنقود. استغرب: كيف يحدث كل هذا في يوم وليلة؟ ولاحظ أهل القرية دهشة هذا الرجل، غريب الثياب وغريب النقود التي يحملها. لقد آمن أهل القرية التي خرج منها الفتية وهلك الملك الظالم، وجاء مكانه رجل صالح. فرح الناس بهؤلاء الفتية المؤمنين، فقد هاجروا من قريتهم، وبعد عودتهم فرح بهم أهل القرية بعد أن آمنوا وذهبوا لرؤيتهم. وبعد أن ثبتت معجزة إحياء الموتى، أخذ الله أرواح الفتية، فلكل نفس أجل ولا بد لها أن تموت. واختلف أهل القرية، فمنهم من دعا لإقامة بنيان على كهفهم، ومنهم من طالب ببناء مسجد فوق هذا الكهف. وغلبت الفئة الثانية وبنوا مسجدا على كهفهم هذا. وإلى الآن لازلنا نجهل كثيرا من الأمور المتعلقة بهم، فهل كانوا قبل عيسى عليه السلام أم بعده؟ هل آمنوا بربهم من تلقاء نفسهم، أم أن أحد الحواريين دعاهم للإيمان؟ هل كانوا في بلاد الروم أم في فلسطين؟ هل كانوا 3 رابعهم كلبهم، أم 5 سادسهم كلبهم، أم 7 وثامنهم كلبهم؟ كلها أمور مجهولة نهانا الله عن الجدال فيها، علمها عند ربي. والعبرة ليست في العدد، إنما في أن الله بعثهم بعد 309 سنين ليرى من عاصرهم قدرة الله على بعث من في القبور، ولتتناقل الأجيال خبر هذه المعجزة جيلا بعد جيل. وختاما، نرجو أن نكون قد قدمنا معلومة مفيدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا الثقافية المتجددة يوميا. نرجو دعم استمرارية القناة بآرائكم البناءة ومقترحاتكم، ولا تنسوا دعم استمرارنا بالضغط على زر لايك بالأسفل والاشتراك في هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.